وفي خطوة قلبت معادلات الأزمة السورية، قدم الجيش السوري دعما لوجستيا للفصائل الكردية لمواجهة العدوان التركي في منطقة عفرين شمالية سوريا، بعد أن بات رهان الأكراد على أمريكا خاسرا، وأن رهانها على بني وطني هو الباقي والمكسب الحقيقي في مواجهة أي اعتداءات تقع عليهم. من حيث لا يحتسب جاء المدد الأكراد السورية في المواجهات العسكرية التي يخوضونها مع تركيا في منطقة عفرين شمال غربي البلاد، بعد أن طبقت الحكومة السورية مقولة عدو صديقي، وتناست خلافاتها مع الأكراد الذين يريدون الحكم الذاتي لأراضيهم، إذ سمحوا لهم بعبور العدة والعتاد من الأراضي التي يسيطرون عليها إلى عفرين لدعمهم في وجه العدوان التركي. هذا التطور في العمليات على الأرض السورية خضع للتفاهمات البراغماتية التي حسبت بميزان المصالح المتبادلة بين الحكومة والأكراد، فبعد عداء تجلت مظاهره منذ اشتعال الأزمة السورية في استغلال الولايات المتحدة للأكراد في حربها ضد تنظيم داعش الإرهابي طارة والنظام السوري طارة أخرى، انكشف وهم الحماية الدولية للأكراد في ظل تخلي واشنطن عنهم في عفرين وتركهم فريسة في مواجهة الجيش التركي. ولم يجد الأكراد من معين لهم سوى أبناء وطنهم في دمشق الذين أخذوا يستنجدوا بها ويطالبونها بمساعدتهم والدفاع عن سيادة سوريا في ظل هذا العدوان العسكري التركي. إن وجود القوات المسلحة التركية على الأراضي السورية أمر مرفوض تماما. الحكومة السورية التي أدانت العدوان التركي لم تعلق على المطالب الكردية قبل أن يتحول صمتها عن تلك المطالب إلى أفعال على أرض الواقع بتوفيرها الدعم اللوجستي للأكراد. في تقرب إيجابي، ليش؟ لأن المصلحة السورية أهم كل شيء، من هالشيء التنسيق صار قريب زيادة عن اللزوم، وهذا لا عيب ولا حرام إذا ما زال الدولة السورية دافع عن شعبه أينما كان، هذا الشيء طبيعي يكون نحن جزء من الشعب السوري. هذا التفاهم في صد العدوان التركي لم يطوي صفحة الماضي، ولكنه تقارب قد يقلب موازين المعركة في سوريا إذا ما وضع الخلاف السياسي الممثل في حصول الأكراد على الحكم الذاتي على طاولة الحوار وإعلاء مصلحة سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها فوق كل اعتبار، بعد أن سقطت ورقة حماية أمريكا والغرب للأكراد وكشف أنها أكذوبة لتفتيت سوريا.